اتكلمنا عن المباني الجنائزيه وقلنا ان هي ثلاث انواع: المصاطب والاهرامات والمقابر. واتكلمنا المره اللي فاتت عن المصاطب وعن تصميمها المعماري وعن انواعها، تمام. وقلنا ان في مصطبه صماء ومزيفه، ومصطبه شبيهه بالمنزل، ومصطبه ذات المشكوات. شرحنا كل واحده بالتفصيل. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، موضوع ما حدش يعني من وجهه نظره، من وجهه الدراسه اللي انا عملتها والبحث اللي انا عملته، ما حدش لم الموضوع ده. يعني انا مش ما وقعتش لحتى الان على حد عمل كوليكشن كده اقدر ان انا ابني منه بقى على حقيقه علميه واضحه فكره الاهرامات. الكل بيتكلم عن تصميمها وشكلها واطوالها وابعادها واوزان الكتل اللي فيها، انما في حاجات غامضه كتيره جدا في قضيه الاهرامات. احنا هنحاول يعني نحط ايدينا على النقط المهمه اللي ما ينفعش احنا كمتخصصين ما نبقاش عارفينها في موضوع الاهرامات. لما اتكلمنا عن المصاطب وعرفنا ان المصاطب كانت في البدايه خاصه بالملوك، كانت بتدفن في مصطبه. لما تطورت الدوله المصريه وبقى في تقدم فكري وتقدم معماري، التقدم برضه الجنائزي كان واجب وكان لازم يبقى موجود. بمعنى ما بقاش ينفع انا بقيت درايتي بالناحيه الجغرافيه عاليه، درايتي بالناحيه خامات الارض بقت عاليه، درايتي بفكره اقتلاع الاحجار من المحاجر واستخدامها في البناء عاليه. كل الامور دي ادت في النهايه الى ان اصبح الشخصية أو الوظيفة أو المكانة بتاعت الفرد المتوفي بتحتم عليه إن هو كمان يتطور في فكرة المقبرة بتاعته. فأصبحت يعني بالتتابع الزمني المصاطب بقت للأفراد. وأصبحت المصاطب مصطبة مدرجة، هرم مدرج، هرم منحني، هرم كل ده ناخده دلوقتي. والهرم بقى للملوك والكبار وزوجات الملوك اللي هم الملكات وكبار رجال الدوله. طيب هل في الاهرامات دي كشكل هرمي، هل في اسس تصميميه المصري القديم كان بيراعيها وهو بيحط الفكره بتاعت الهرم نفسه، ولا هو كان بيبني لفكره البنى وخلاص، وان هو عايز يبني مكان يدفن فيه ويتجنب المشاكل اللي قبل كده اللي خاصه بسرقه المدافن وسرقه المقابر، ولا كان في الناس دي كانت دارسه الموضوع صح وكانت بتفكر صح وكانت بتبني صح، وايه الاسس اللي كانوا هم بيتخذوها علشان يبنوا بناء ضخم زي ده. لما العلماء عملوا سيرفي لموضوع الاسس اللي على اساسها تم بناء الاهرامات، وجدوا ان في نقط محدده تتشابه فيها جميع يعني معظم الاهرامات اللي تمت عمل السيرفي عليها. ايه الاسس دي؟ اولا حجم المقبره، فكره التوجيه، شكل الهرم، مواد البناء، مكان غرفه الدفن، الطريقه الانشائيه اللي اتبنى بيها الهرم، فلسفه الشكل الهرمي، مكونات المدافن الملكيه ومواقع الاهرامات. دي العناصر او الاسس اللي انا عن نفسي هتناول بيها فكره الاهرامات. حجم المقبره، هل حدث تطور في حجم المقبره من عصر لعصر ومن اسره لاسره ولا كان ثابت؟ طيب التوجيه، هل فكره بنى الهرم جت كده اعتباطا وهو لقى الهضبه دي عاليه وفي مأمن وفي مكان روك ماس او هضبه صخريه قويه فانا هبني عليها، ولا هو الموضوع جيب دراسه؟ والتوجيه هنا يعني التوجيه على الاتجاهات الاصليه، ولا هو بناها وخلاص؟ شكل الهرم، شكل الهرم في الاسره دي كان عامل ازاي، في الاسره دي كان عامل ازاي، في العصر ده كان عامل ازاي، وهكذا. مواد البناء ده موضوع مهم جدا، يمكن هو يعني هياخد يعني احنا هنقف عند مواد البناء النهارده، لانه يعتبر لو بنتكلم من خاطب مفتشين او امناء متاحف يبقى الموضوع بالنسبه لهم جديد بخلاف المرممين، رغم ان برضو ان المؤسف ان في مرممين ما يعرفوش تقنيه البناء او المواد اللي بتستخدم في البناء القديم اساسها العلمي ايه.
تمام. مكان غرفة الدفن هل كان ثابت على مستوى العصور ولا متغير؟ طب وايه الفكرة في تغيره؟ ايه الفكرة في وجوده في البوزيشن ده او في المكان ده؟ الطريقة الانشائية، ودي نظرية يعني او فكرة او عنصر اتحطت عليه يعني ممكن نقول عشرات النظريات، ومحدش حتى الان قادر يجزم بالدليل القاطع ان هي دي الطريقة الانشائية المتبعة في بناء الهرم الفلاني. بالظبط. لا انا بتكلم في فكره ال بالظبط، انا بتكلم في فكره ايه؟ دي بتتكلمي في حجر، في احجار مثلا في هرم خوفو بتتراوح من 2 طن و3 طن ل 10 طن و15 طن. الناس دي شالت الاحجار دي ازاي؟ وطلعوا المسافه ال 149 متر ده ازاي؟ او 148 متر طلعوا ابوه ازاي؟ زي ما اقول لك في عشرات النظريات اتحطت في الفكره دي. طب انا اصدق انهي نظريه وعلى اي اساس؟ احنا بنتكلم دلوقتي ان صاحب النظريه على عيني وراسي، وانا احترم اي واحد يحط نظريه علميه بناء على دلائل تاريخيه هو اما بيستنبطها او بيستنتجها او بيبقى فيه مثلا دلائل او كتابات او 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 هو بيعتمد عليه. تمام. الا ان زي ما قلت وبكرر ان النظريه لو ما ادتش في الاخر الى حقيقه علميه ماديه يبقى النظريه دي كأن لم تكن. يعني لازم في النهايه النظريه يكون ليها دليل مادي احط ايدي عليه. احنا بنتكلم في الراجل الانجليزي نيكولاس بيقول لك ان في حجرات ورا توت عنخ امون، صح؟ بالظبط. وبيقول لك انا عشان بقى اجزم انا عايز اعمل ثقب في الجدار في احد جدران المقبره، اللي انا بقول ان ورا الجدار ده في مقبره او في حجره مثلا فيها كنوز او فيها اساس جنائزي. انا هل هسمح له يعمل ثقب؟ طب انت حطيت نظريه، هل مجرد انك حطيت نظريه بتديك البرميشن او بتديك التصريح ان انا بقى تعمل اللي انت عايزه ما بدلك في الاثر؟ طيب في نقطه تانية، ولنفترض جدلا ان اعمال المسح اللي انت عملتها سواء بالرادار او اي وسيله جيوفيزيائيه انت استخدمتها اثبتت لك فعلا بالدليل القاطع ان في انديكيشن لمظاهر كتير جدا خلف الجدار ده بتقول ان في هنا عناصر اثريه، او مش عايزين نقول بقى عناصر اثريه، ان في خامات طبيعيه موجوده انعكست لما صوبت انت عليها او وجهت لها الموجات الراداريه اللي انت استخدمتها. ازاي زي ما بيقولوا ازاي ان انا اختار المكان اللي انا مثلا لو خلاص خدت قرار ان انا هعمل ثقب في الجدار ده، ايه المكان اللي انا ممكن اعمل فيه ثقب؟ كل الحاجات دي هناخدها. طيب فلسفه الشكل الهرمي يمكن دي نقطه صغيره يعني مش هنتكلم فيها كتير لما يجي وقتها يعني. جت فكره فكره الهرم دي جت له منين وايه سببها؟ وبتدل على ايه؟ يعني لكل شيء او لكل يعني حاجه معماريه لها فلسفه. انا ايه فلسفه المعماري في بناء العماره دي بالشكل ده؟ ايه فلسفتك انت؟ لان في ماده بيدرسوها في هندسه قسم عماره حاجه اسمها التصميم المعماري، والتصميم المعماري ده قايم على نظريات كتيره جدا، كل نظريه ليها فكره وفي ليها تصميم وليها تنفيذ. فايه فلسفه مصر القديم في ان الهرم يطلع بالشكل ده؟ هل هي فلسفه عقديه ولا فلسفه بنائيه لمجرد البناء المعماري وبس؟ ده هنعرفه بره. كمان هنتكلم في نقطه مكونات المدافع الملكيه، ودي اعتقد يعني معظم الناس تبقى عارفاها، ومواقع الاهرامات اللي في مصر او هو يعني انا قريت كلام كتير الناس تقول لك ان في مصر حوالي 100 هرم وفي مصر حوالي 140 هرم، كلام كتير. فدي النقط الاساسيه اللي هنعتمد عليها في شرح تصميم المعماري للاهرامات. اول نقطه قلنا حجم المقبره معلوم، وده احنا شرحناه، ان المقبره تطورت. تمام. خدت الاول شكل الحفر وكان بيدفن فيها متوفي في وضع مثلا قرفصاء، ويحط مثلا جنبيه شويه اواني فخاريه، اساس جنزي، كنوز، مش عارف ايه، بيتم ردم الحفره عليه. بعد كده خدت شكل المصطبه. المصطبه بقت مصطبه مدرجه زي ما قلنا في انواع المصاطب، مصطبه مدرجه
بثلاث درجات من ثلاث وجهات. بعد كده جت فكره يعني المصاطب المدرجه دي كانت يعني الهرم المدرج اول هرم حجري في التاريخ واضخم كلام كتير بيتقال حواليه، لكن سبقته مراحل وتصميمات سهلت على واحد زي مثلا ام حطب ان هو يحط الفكره بقى اللي هو زي ما نقول التاتش، او يحط الفكره الهندسيه بتاعته اللي بيها يقدر يكمل الشكل الهرم المدرج، او اللي هم ما قدروش يوصلوا له مثلا في العصور اللي قبليه او في الاسرات اللي قبليه. بعد كده خلنا في فكره مش هرم مدرج بقى، لا فكره اول محاوله لبنى هرم بمعنى الفكره الشكل الهرم الهندسي. لكن خانهم مثلا فكره حسابات الاحمال وتوزيع الاحمال، فبدل ما يطلع هرم كامل بقى هرم منحني، وهنعرف ليه بقى هرم منحني. بعد كده في برضو اول خطوه في موضوع الاهرامات كان هرم سنفرو، بعد كده الاهرامات الثلاثه في الجيزه. فدي كانت فكره حجم المقبره. انا مش بذكر بالترتيب، انا بتكلم انا بتكلم في فكره ايه شكل او حجم المقبره ده كان عامل ازاي، بدا ازاي ووصل. تمام. التوجيه زي ما احنا شايفين قدامنا، ان من الملاحظه او من اعمال المسح اللي حصلت الاهرامات ان اغلب الاهرامات تم تصميمها على الاتجاهات الاربعه الاصليه، ويعني زي ما مكتوب كما لوحظ ان المدخل يقع بالجهه الشماليه الشرقيه. انا جايب لكم هنا اثنين فيديو. عارفين ان الزوايا بتاعت الاهرامات، الزوايا الاربعه بتاعت الاهرامات، بيقول لك هنا ان المهندسين بتوع الهرم ما كانوش بيحطوا اي حجر، يعني ما كانوش بيحطوا ماده البناء مباشره، لا بيسبقها اعمال جيومتريه، اعمال هندسيه واعمال جيوديسيه مساحيه وعلم تاني خالص بيتم تصميمه ووضعه، وده ظهر في الفينش بتاع الهرم. يعني الحيره اللي نزل فيها المهندسين والمساحين وعلماء الاثار في تفسير الهندسه الهرميه مش من فراغ. يعني هو بيقول لك هنا ان هو ما حطش الحجر ماده البناء عشان يبني الهرم الا لما حدد بالظبط ان الجوانب الاربعه للهرم هتبقى على استقامه واحدة وهتتخذ الزاوية القايمة. الشكل السبعة اللي قدامك ده بالسبورت بتاعه ده دلوقتي توتال ستيشن. يعني مصر القديم توصل لفكرة توتال ستيشن، وان هو يحسب استقامة الخط اللي هيبني عليه بأدوات بسيطة بس وصل لها. ايه اللي هو بيعمله ده؟ هو هنا عايز يحدد الخط، هو حدد الخط زي ما قلنا بالاستقامه بتاعت التوتال ستيشن اللي هو كان في زمنه هو اللي هيبني عليه. طيب علشان يبني الزاويه الثانيه عايزه زاويه قايمه، لا تيجي مميله كده يمين ولا مميله شمال. طب هيوصل الزاويه القايمه ازاي؟ وصل لها بنظريه هندسيه معروفه في علم الهندسه، دق وتد في الارض على نفس الخط، شايفين الخط اللي هو منقط اسود، دق وتد في الارض تمام وعلى بعد منه، وخد من يعني خد من الوتد ده مركز وخد دايره، وخد الوتر او خد نص، قصدي نص قطر الدايره وحط وتد. يعني احنا لو رجعنا حط وتد وخد دايره نص قطر، ومن عند نص القطر عند النص القطر حط وتد تاني وخد دايره، نقطه التقاطع بتاعت الدايرتين خد منها الايه؟ لا التقاطع العمودي بقى اللي هيبقى على الايه؟ اللي هو هيعمله الزاويه القايمه.
المرسومة بين مقعدك. خلاص شال الوتد وشال الدوائر وهيمشي برضو برضو بالتوتال ستيشن بتاعه على نفس الخط ده اللي هو الاستقامة التانية كده. ده في زاوية صحيحة. التوتال ستيشن جهاز بيستخدم في عمل المساحة. هنا فكرة التوجيه. التوجيه اللي هو ان الهرم اتحط على الاتجاهات الاصلية. وده يدل برضو ان المصري القديم كان دارس فلك. وكان ليه عنده رؤية وبعد فلكي ودراسة وتتبع للنجوم وحركة الكواكب. كل الكلام ده كان موجود وإلا ما كانش الهرم يطلع بالشكل ده. وفيك برضو دراسة انا قريتها ان الهرم اصلا كان معمول عشان مرصد فلكي موال. يعني القصة كبيرة جدا. لما خطر القصة دي حسيت ان هو علم كبير ومتفاعل ماشيين على اسس لانهم جايبين دلائل علميه من جوه الهرم. بالظبط. ده عندك هقول لك المقبره بتاعه مين الراجل اللي هو كان بنى معبد حتشبسوت. سن الموت صح. وجدوا في سقف المقبره بتاعته جداول فلكية وأرقام وحسابات وحركة الكواكب. بقي سننموت مبدعا كبيرا لم يكن له مثيل. إن السقف في حجرته استثنائي بامتياز لأنه يتضمن رموزا فلكية. تلك كانت المرة الأولى التي تظهر أجسام مماثلة في المقابر، كما أنها كانت موجودة في المصلى الخاص بها. لا الناس ما كانتش بتهزر. الناس دي كانت بتعمل كل تفصيلة في البنى بتاعها بدقة. ثلاث نجوم حقيقي. حقيقي ده فعلا كده. هو بيشتغل. ما هي دي بقى عايزه واحد يعني ليه باع في موضوع الفلك وموضوع النجوم وحركه الكواكب وكده. بس الموضوع ده بشكل واضح في معبد بغداد. هو ده اللي يوضح موجود فيها اللي هي الابراج السماويه. بالظبط. احنا اللي يهمنا ان المصري القديم صمم الشكل الهرمي بتاعه على الاتجاهات الاصليه. يعني كان عارف ان كده شمال وكده، وكان دايما يحط مدخل الهرم في الناحيه الشماليه الشرقيه. الفيديو ده بيوضح الكلام ده. نكتشفه ب 500 درجه نحو الشمال، وهذا ما لم نكتشفه الا في القرن السابع عشر. وبعد بناء الاهرامات بالاف السنين استطعنا الوصول الى هذه الدرجه. يعني عايز اقول لك ان هرم الهرم الكبير اتجاه الشمال بتاعه على الاتجاه الشمال القطبي. طيب دي فكره التوجيه. شكل الهرم، قلنا مش الهرم ما كان في تطور دائم، وكان كل ملك بيجي عايز يبقى الهرم الخاص بيه اكبر واعظم من الهرم اللي قبليه واكثر تناسقا واكثر جمال انشائي واكثر روعه في التصميم. كل واحد كان عايز يبقى ليه هرم مستقل بتصميم مستقل. طيب وقلنا انما هو يعني تدرج في شكله العام ما بين الهرم المدرج والهرم المنكسر والهرم الاملس. يبقى قبل ما يحطه زي ما قلنا قبل كده، قبل ما يحطه بيحط فكره الموضوع بتاع الهرم مدرج، كان الفراعنه نفسهم او الملوك بيدفنوا في المصادر. لكن الحطب اراد شيئا اعظم من اجل الاحتفال بذكرى فرعون. يبقى الفكره هنا ايه؟ ان هو عايز شيء اعظم واكبر. فوضع مصطبه فوق الاخرى ووضع تصميم اولها. كم واحد مننا متفق مع الفكره دي في تصميم هرم زوسر؟ هو حاليا مش هنتكلم فيها دلوقتي. هرم زوسر ليه محاضره مستقله، بس انا بتكلم كنظره دلوقتي عشان انا احط عليها مثلا افكاري بعد كده. كم واحد متفق مع فكره ان هرم زوسر فعلا ان امحطب كل اللي عمله ان هو بدل ما يعمل مثلا مصطبتين ثلاثه عمل ست مصاطب بس؟ هي دي الفكره اللي عملها في الهرم. ما اقصدش على الامكانيات، لا لا، انا بتكلم على الفكره ان هي مصطبه فوق مصطبه فوق مصطبه فوق مصطبه لحد ما وصل لست مصاطب. لا وعملها اصغر
إذن كلامك كلامك متفق مع مع الفيديو ده تمام؟ لا أنا لا ما هو اللي يقول لا هيقول لي لا ما مش كده خالص انا خاطر مش ويقول لي مثلا بلاش يقول لي لا ليه طب انا مالك كده انا عايز الزاويه دي ممكن يكون يعني جريء شويه ان هو ياخدها املس يعني ان دي لسه حاجه جديده ماشي فاللي هو فاهمه متدرجه كده وقت ما جرت جايبها مثلا هي اللي اجبرته ان هو لا نوع الحجاره نوع الحجاره اللي هي ماده البناء ده واحد ما هي حجر جيري في الفيزوسر وحجر جيري هنا وحجر جيري هنا وحجر جيري في خوفه وخفرع كلهم حجر جيري انا بتكلم ما هي دي اللي بقولك عليها اللي مش هناخدها النهارده فكره الطريقه الانشائيه يعني هو هتلاقي معظم ال اللي اتكلموا في هرم زوسر سواء في القنوات في الافلام الوثائقيه او حتى ممكن في الجامعه كمان انا مش اثار مصريه فما مش ما اعرفش قالوا ايه في الدكاتره بس انا معتقد انهم قالوا كده ان الهرم مدرج ست مصادق وبعض وبدا بقى يخش الناحيه التاريخيه لا انا في مرحله ما بين المصادق والهرم الكامل اللي ما هو طب ليه ايه الفرق انت قصدك اللي ممكن تكون البنا مش جاي المصادق ممكن تكون فاكر ان يعني هو اوضه انا مش ممكن اكون انا مش ممكن اكون فاكر او احنا نتصور انه ممكن يكون جاي لا اتبنى من فوق يعني مش فكرة مصادر مصطبة اولى وتانية وتالتة طيب قصدك ان هو اطلب منكم طلب بقى يعني هو ممكن يعملها مصادر ولا يسيبش عليها اه هو انا ممكن يكون فوق السؤال بتاعك ولا ايه؟ انا عايز اسالك هو انت عايز تقول لنا هل هو قاصد يعملها مصادر بس وهو بقى يعملها مصادر بس اعملها طب بص بس بص بص التتابع بتاع الفيديو ده شفت هرم زوسر على الواقع صح؟ هرم زوسر اللي انت شفتيه في الواقع هو ده شكله النهائي مش شكل مش فكره مش فكره شكله النهائي يا جماعه انا بتكلم في فكره التصميم بتاعه هل انتم مقتنعين او عندكم دلائل ما هو ده عشان انا في النهايه في نهايه كلامي هقول لكم نقطه بحثيه نتناقش فيها لما اجي اتكلم بس ساعتها هتناقش فيها واسال كل واحد هو وصل لايه هل هو بناه فعلا ما هو المصاطب اللي قبليها كانت ايه مش احنا وصلنا لما جينا نتكلم عن المصاطب المصطبه المدرجه ثلاث درجات من ثلاث ومن ثلاث اوجه هي كانت عباره عن ايه ما هي مصطبه وفيها مصطبه وفيها مصطبه بس هي دي فكرتها هل بقى هرم زوسر كل اللي عمله ان هو وسع القاعده علشان يبقى في فكره التوسع الراسي بس بالظبط فلو حط مصطبتين ثلاثه فوقيها يبقى حط ناس ثانيه معاك بالظبط وده ما كانش بيحصل أو يعني ناس ثانيه تبقى للعيال مالك حواليك تمام احنا بعد كده فاقدر ان هو كان قاصد ده للبنى حاجه معينه ان هو حلو يعني اذا هرم زوسر تقنيه البنى بتاعته تختلف او انا حاليا يعني عايز اقول لك اللي هو ايه حركه الماء الراكده مش مصاطب صح هو في النهايه اديتني شكل المصادر المدرجه لكن لو عملنا سيكشن في الهرم المدرج انا عايز بقى كل واحد يقول لي تخيله لو انا مثلا قطعت عارفين السيكشن طبعا هشوف ايه هشوف ان هي من جوه عادي ومن بره هي من جوه عادي بقى ده اللي هو ايه هو يعني التصميم بتاعها عامه انا مش قاصد ان انا لا انا قاصد ان انا اشوف عندكم انتوا ايه اللي هتجيبوه واللي انا هعرضه عليكم نتناقش فيه لما اجي نتكلم عن طريقه الانشاء لان فكره الموضوع ده يعني عايز اقول لك لحد وقت قريب كانت ناس مختلفه فيه الوزاره كلفت لجنه محايده من بره الوزاره كانت من كليه هندسه مش عارف كذا كذا مكان يعني اللجنه الهندسيه دي حطت في النهايه رؤيه لتقنيه البنى بتاعت هرم زوسر قبل ما اللجنه دي تحط التقنيه بتاعتها كان الاستاذي او الدكتور بتاعنا في الكليه اللي لسه كنت بكلمكم عنه شويه دكتور فتحي البنا كان حط عايز اقول لك ايه اساس للتقنيه دي وفوجئنا ان اللجنه الهندسيه بتتفق مع نفس الرؤيه اللي هو حاططها فانا قبل ما اعرضها عليكم المره اللي جايه برضو عايز يعني انتوا تشاركوني فيها تمام مصطبه بعد كده الهرم المدرج واحده
كان على كل حال يكون ميدون افضل عندها على السابق. لا ما هي لا لا اصل دي ما خدتش بالك بقى، ما انت ما كنتش معانا احنا عادي. مش احنا قلنا الاسس اللي هنتكلم فيها؟ حجم المقبره، التوجيه، شكل الهرم، مواد البناء، مكان غرفه الدفن، الطريقه الانشائيه. هنوصل للطريقه الانشائيه دي لو وصلنا لها النهارده هنتكلم فيها، بس انا بقول لك مش هنوصلها النهارده لان مواد البناء احنا ممكن نتكلم فيها النهارده والمره الجايه كمان. ليه؟ لان في فرق ان انا بعرض عليك حاجه انت ممكن تكون سمعتها مرارا وتكرارا بس مجرد بفكرك بيها، وفرق ان انا بعرض عليك حاجه جديده لاول مره تسمعيها. مواد البناء انا متاكد انك اول مره تسمعيها، تمام؟ فده سبب التاخير بس. لا مش اضعف ولا حاجه، هو حاجه قويه يعني. مثلا في وقت الف دروكس ما فيش ما كانش في حد بيتكلم عن القصه دي يعني. راجل لما يعمل لك مصنف حاجه زي كده اللي يلم لك كل المواد والصناعات دي كانت في عصره ابتكار وابداع. جعل والد الكونفو شكل الهرم التقليدي، تمام؟ دي كانت اشكال فكر بس اشكال الهرم. مواد البناء